تحت رعاية معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك، أقامت شؤون الجمارك بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية ورشة تدريبية مع شركات الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن البحري والجوي. الورشة التدريبية أقيمت بعنوان الإجراءات الجمركية لعملية انتقال الشحنات التجارية لعرض أبرز التسهيلات الإلكترونية المستحدثة لحركة النقل الدولية في مملكة البحرين. في إطار تعزيز حركة النقل الدولي لمملكة البحرين، تنظم شؤون الجمارك بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية ورشة تدريبية مع شركة الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن البحري والجوي بعنوان الإجراءات الجمركية لعملية انتقال الشحنات التجارية، والتي شارك فيها 15 شركة عبر تقنية الاتصال المرئي لاستعراض أهم الخدمات والتسهيلات الإلكترونية المستحدثة. قامت شؤون الجمارك وبتوجيهات من معالي رئيس الجمارك باستحداث امتيازات جمركية جديدة لشركات الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن البحرية والجوية الحاصلين على شهادات المشقة المعتمدة لشركات الشحن. تتيح هذه الامتيازات إمكانية انتقال البضائع بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي خلال ساعتين. تتمثل هذه الامتيازات في إمكانية التخليص المسبق للبضائع وعدم الحاجة للحضور الشخصي لإنهاء الإجراءات والإفساح الإلكتروني المباشر للشحنات والخدمة على مدار الساعة. كما أن شؤون الجمارك ترحب بكافة شركات الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن الراقبين في العمل كمشغل معتمد للشحن. وتمنح الورشة الشركات المشاركة الحصول على شهادة المشغل المعتمدة لخدمات الشحن، والتي تتيح انتقال البضائع التجارية الشاحنات بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي في وقت قياسي. طبعا الإجراء اللي قامت بشؤون الجمارك مؤخرا إجراء جدا ممتاز، راح يوفر على جهد ووقت على مكاتب التخليص الجمركي، بالذات المكاتب المعتمدة اللي حصلت على الدورة التدريبية اللي طرحتها إدارة الجمارك مشكورة. طبعا هاي الإجراء راح يوفر وقت علينا، وراح أهم راح يوفر علينا جهد من ناحية إن احنا راح نسوي البيان مسبق، وراح نحصل على الإكزيت نوت أو اللي هو الإفصاح الإلكتروني. وطبعا هاي راح يسهل جدا عملية النقل بين منفذ لمنفذ وعمليات اللوجستيك. طبعا وهي خطوة جدا ممتازة، راح يعني إن شاء الله تزدهر مملكة البحرين فيها ورؤية البحرين 2030 للنطاق اللوجستي. يهدف تعاون شؤون الجمارك مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات بين الجهات المشاركة لمواكبة التطورات وتحقيق كل ما يخدم مصلحة مملكة البحرين.